السلام عليكم. لو كان الأمر بيدي كحكومة دولة الكويت أو كخطة تنمية القيام على هدفين رئيسيين، الأول وهو رفع الناتج المحلي ورفع الناتج القومي ورفع مستوى دخل الفرد، بمعنى زيادة الرواتب. الهدف الثاني أن يكون اعتماد ميزانية دولة الكويت على النفط هو صفر، بمعنى أن ميزانية الدولة لا يدخل فيها النفط أو إيرادات الدولة من النفط، بذلك يكون اعتماد الدولة على الإيرادات غير الاعتماد على النفط. أما الأهداف الثانوية الأخرى أن تكون دولة الكويت مركز عالمي لتكرار وتصفية النفط، بمعنى أن يكون للكويت تكرير للنفط ما لا يقل عن 10 برميل نفط يوميا، ودراسة الجدوى لهذه المشاريع والاتفاق مع 3 دول عملاقة، دول كبرى جارات لنا اللي هي السعودية وإيران والعراق، وبالتالي تكون تكرير النفط في دولة الكويت ومن ثم يتم تصديره إلى الدول المستهلكة. ولو كان الأمر بيدي لا قمت بزيادة عدد ناقلات النفط الكويتية من 11 و15 إلى 100 ناقلة نفط أو ناقلة غاز في لدولة الكويت. ولو كان الأمر بيدي لا جعلت الكويت مركز عالمي لصناعات البتروكيماويات، من ناحية تأسيس الشركات سواء الشركات الحكومية أو شركات الاكتتاب العام أو الشركات الخاصة، وبذلك تصبح الكويت مركز عالمي لصناعة البتروكيماويات. ولو كان الأمر بيدي لا جعلت الكويت لديها احتياطي استراتيجي من النفط، ليس في باطن الأرض إنما فوق سطح الأرض في سناتر الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة 1973 عندما قام العرب بقطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت ببناء احتياطي استراتيجي يقدر ب 700 مليون برميل نفط في سنترات أو براميل كبيرة فوق سطح النفط. لو كان الأمر بيدي أن الكويت يكون لها أقل شيء احتياطي نفطي فوق سطح الأرض 500 مليون برميل نفط. ولو كان الأمر بيدي لقمت بإنشاء موانئ جديدة وأيضا بزيادة أدوات المناولة من السفن إلى سطح الأرض، وكذلك زيادة المساحة على الأرض لاستيعاب الحاويات التي تقوم السفن بنقلها إلى اليابس. ولو كان الأمر بيدي لا قمت بإنشاء مطار كبير يربط بين الشرق والغرب، بمعنى أن يتم إنشاء بعد هذا المطار مطار آخر تيرمينال 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، وأيضا يكون هذا المطار الكبير ربط بين الشرق شرق العالم، دول شرق العالم مثل الصين والهند وبنغلاديش وباكستان وغيرها، بغرب العالم مثل الدول الأوروبية ودول أفريقيا في غرب دول العالم. وكذلك قمت برفع عدد الطائرات الكويتية من تقريبا عندنا 20 أو 30 إلى 100 طائرة تقوم بنقل المسافرين من الشرق، وتكون الكويت محطة ترانزيت لنقل المسافرين. كذلك لو يكون الأمر بيدي لا جعلت الكويت مركز كبير للشحن الجوي. حاليا التجارة الإلكترونية العالمية تزدهر، والكل الآن يقوم بالطلب من الإنترنت، ويكون لدى الخطوط الجوية الكويتية أسطول أيضا لطائرات الشحن، نقوم بجلب البضائع من دول العالم مثل الصين وأمريكا وكذلك نقلها من الدول الأخرى. هذه التجارة يعني تدر فلوس وتدر ذهبا، وفي دول في المنطقة سابقين فيها. ولو كان الأمر بيدي لا قمت
أو قامت الحكومة بإنشاء عدد من 3 إلى 1 مدينة، من 1 إلى 3 مدن صناعية في الكويت، بحيث أن خلال 17 سنة يكون عدد المدن الصناعية في الكويت ما لا يقل عن 50 منطقة صناعية، وبذلك تصبح الكويت دولة صناعية لا تعتمد على النفط. ولو كان الأمر بيدي لقمت بإنشاء أكثر من محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وممكن يتم الربط خليجيا مع دول الخليج، بحيث الكويت تقوم ببيع التيار الكهربائي لدول الخليج التي لا تنتج أو لديها عجز في التيار الكهربائي، وأيضا نقوم بدعم العراق وإيران بالتيار الكهربائي، وطبعا هذا يدر أموالا كثيرة على الميزانية الكويتية. وأيضا لقمت بإنشاء مدن إسكانية وصناعية، وبالتالي هذه محطات الوقود أو محطات توليد الطاقة الكهربائية إذا لم تذهب إلى العراق أو إيران تقوم بإمداد المدن الإسكانية والمدن الصناعية بالطاقة الكهربائية. ولو كان الأمر بيدي لا جعلت الكويت مركز مالي وتجاري في الشرق الأوسط، مركز مالي وتجاري عبر جذب البنوك وشركات الاستثمارات المالية إلى الكويت، ومركز تجاري وهو جلب مجمعات أو بناء مجمعات تجارية أو مراكز تسوق، أو أن تكون الكويت فيها مناطق حرة تجذب المستثمرين. ولو كان الأمر بيدي لجعلت الكويت أيضا مركز للتعليم عبر جذب الجامعات العالمية أو بناء جامعات جديدة سواء أن تكون حكومية أو غير حكومية، وبالتالي يتم جذب الطلبة من الدول المجاورة. وكذلك لو كان الأمر بيدي لجلبت مستشفيات عالمية في الكويت، وبالتالي تكون الكويت مركزا للعلاج والسياحة في الكويت. لو كان الأمر بيدي أو أتمنى من الحكومة تسويه اللي هو مشروع قانون البلديات المحلية، بمعنى أن يتم انتخاب عمدة المدينة أو رئيس بلدية المدينة، بحيث أن يكون لديها صلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس الوزراء. ليش؟ يكون عنده صلاحيات لبناء المستشفيات في المدينة، من سواء كانت حكومية أو كانت خاصة تصاريح لها بعد ما فقدت الحكومة، وأيضا بناء المستوصفات، وأيضا بناء الجامعات والمطالبة ببناء الجامعات، وأيضا بناء المدارس الخاصة وغيرها. وبالتالي يحصل سكان المدينة على خصم أو ديسكاونت لدخول هذه المدارس أو الجامعات أو المستشفيات. ويهتم أيضا رئيس البلدية أو عمدة المدينة يهتم بتزيين المنطقة، تزيين ممشى للسكان إذا كان هنالك تطاير للحصى أو إصلاحات الطرق، يقوم بمخاطبة وزارة الأشغال والوزارات المختصة إذا كان هنالك مشاكل في الحدائق، يقوم بالاهتمام بحدائق المنطقة، وبالتالي يخف الضغط على الحكومة. لأن الناس الآن احنا عندنا بالكويت دولة مركزية، كل شيء بيد الحكومة، وتم تخفيف الضغط على مجلس الأمة، نواب مجلس الأمة، وأيضا على الحكومة. ويكون عند رئيس البلدية يهتم أيضا في نظافة المنطقة، يهتم في إنارة المنطقة، يقوم بأعمال أسواق خيرية أو سوق الخضروات، أو يقوم بافتتاح مطاعم بالمنطقة طبعا بعيدة عن يعني السكان. أيضا يقوم رئيس البلديات المحلية بعمل أنشطة تهدف إلى إشباع الحاجات المحلية للسكان.